بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن طريقة طباعة الدواء الإلكترونية، والهدف هو تنفيذها بشكل سهل بحيث يقدر الشخص العادي أن يعملها في المنزل. المواد اللي نحتاجها في العملية هذه هي أوراق طباعة التصوير أو الجلوسي بيبر مثل ما احنا شايفين، وأيضا طابعة ليزر، وكذلك نحتاج لوح نحاسي خاص بطباعة الدواء الإلكترونية، ونحتاج مكواة ملابس وماء وصابون ومواد تحميض راح نتكلم عنها لاحقا. في المرحلة الأولى من المشروع يتم تصميم الدائرة الإلكترونية باستخدام برامج الدواء الإلكترونية مثل برنامج إيجل أو برامج ممكن استخدام البرامج المجانية. بعد انتهاء من التصميم يتم طباعة الدائرة على ورق الطباعة، على ورقة الصور الجلوسي أو اللماع مثل ما احنا شايفين في الصورة هذه. يراعى عند الطباعة أن تتم الطباعة بشكل معكوس أو ميرورد، وهذا راح نتكلم عنها لاحقا. بعد ذلك يتم قص اللوح النحاسي بحجم مناسب لحجم الدائرة اللي قمنا بطباعتها. بالنسبة لورق التصوير الحجم اللي احنا مستخدمينه هنا الحجم 4 إنش في 6 إنش، وهو حجم الصور العادية الصغيرة. بإمكان استخدام أحجام أكبر لو كان في حاجة أو كانت الدائرة حجمها كبير، لكن هذا حجم مناسب ومعظم الطابعات تقبل الحجم هذا. الأحجام الأصغر لا يمكن استخدامها في الطابعة. الهدف من استخدام طابعة ليزر بدل الطابعات العادية هو أن طابعات الليزر تستخدم حبر حراري، حيث أن هذا الحبر يلتصق بالورقة باستخدام الحرارة. فعندما نستخدم ورق مثل ورق التصوير بإمكاننا نقل الحبر الموجود على ورق التصوير إلى جسم ثاني مثل اللوح النحاسي، وهذا هو الهدف من استخدام أو من طباعة صورة بشكل معكوس. لأن عندما نضعها على اللوح النحاسي فإن الصورة ستظهر بشكل صحيح. وبعد انتهاء من الطباعة نقوم بقص الورقة بحجم مناسب للوح النحاسي مع محاولة إبقاء شريط أبيض بسيط، وذلك سيساعدنا لاحقا على إزالة الورقة. بعد الانتهاء من القص نقوم بمطابقة الصورة على الشريط النحاسي بشكل تام كما نرى، ثم نستخدم مكواة على حرارة عالية ونبدأ بكي الصورة من الخلف لمدة 3 دقائق تقريبا مع الضغط. بعد مرور 5 دقائق أو بعد تشبع الورقة بالماء نبدأ بإزالته من الأطراف. قد نلاحظ في بعض الأحيان أن الأطراف لم تلتصق بشكل صحيح، وبعض الأجزاء المطبوعة قد خرجت مع الورقة ولم تلتصق باللوح النحاسي، فيجب مراعاة الضغط بالمكواة بشكل أقوى على الأطراف خصوصا. ثم نقوم بمحاولة إزالة القدر المستطاع من الورق، والأجزاء الملتصقة كما نلاحظ ممكن إزالتها بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هي استخدام فرشاة أسنان، ولكن المشكلة مع فرشاة الأسنان أنها قد تزيل بعض المسارات المطبوعة التي نريد إبقائها. والطريقة الأخرى هي استخدام مناديل ورقية كما سنريكم بعد قليل. بعد الانتهاء من عملية التنظيف يتم غسلها بالماء الجاري. وكما نلاحظ في التصميم الخاص بنا هناك بعض الأجزاء التي لم تتغطى بالحبر الأسود. إذا كانت الأجزاء هذه في الدائرة تشكل خطوط مهمة فيمكن إصلاحها باستخدام أقلام الدهان
حيث أنها تكون طبقة ممانعة للحمض. أما إذا كانت غير مهمة كما هو حالنا في التصميم هذا فيمكن تجاهلها. وكما يلاحظ أيضا دقة الخطوط الموجودة في الدائرة، والدقة هذه تعتمد على جودة الطابعة وكثافة الحبر وأيضا نوعية ورق التصوير. المرحلة ما قبل الأخيرة هي مرحلة التحميض. هناك العديد من الأحماض التي يمكن استخدامها لإزالة طبقة النحاس الغير مرغوب فيها. العديد من هذه الأحماض قوية وخطرة، ولكن حمض FeCl3 أو فيريك كلورايد والذي سنقوم باستخدامه أضعف نسبيا، لكنه آمن نوعا ما، ومع ذلك يجب اتخاذ الحذر عند استخدامه لأنه قد يترك بقع صفراء على الملابس والجلد. نضع كمية مناسبة من الحمض في إناء زجاجي أو بلاستيكي كما نرى في الصورة، ثم نقوم بتدفئة الحمض بوضعه في حمام ماء ساخن مع مراعاة عدم دخول الماء إلى الحمض لكي لا يضعف من قوته. بعد ذلك نضع اللوح النحاسي الذي نريد تحميضه داخل الحمض وطبقة النحاس للأسفل، وذلك يسرع في عملية إزالة النحاس بحيث أن النحاس المزال سوف يتساقط إلى الأسفل. نقوم بالتحريك بشكل مستمر لكي تتسرع عملية الإزالة، ومن فترة إلى فترة يجب رفع اللوح وتأكد من إذا كان النحاس قد الغير مرغوب فيه قد ذهب من اللوح أو لا. كما نلاحظ في المرحلة هذه أن أجزاء كثيرة من النحاس قد تحللت مع الحمض، يجب الانتظار قليلا أيضا حتى تزال بشكل كامل. بعد انتهاء من عملية التحميض والتأكد من أن جميع أجزاء النحاس الغير مرغوب فيها قد تحللت مع الحمض، نقوم بغسل اللوحة بالماء الجاري. في المرحلة الأخيرة نقوم بإزالة الحبر من اللوح النحاسي. بالإمكان استخدام أي مادة لإزالة الطلاء، وفي مثالنا هذا سنقوم باستخدام مزيل طلاء الأظافر أو الأسيتون. وهذه اللوحة الإلكترونية بعد الانتهاء من عملية إزالة الدهان